السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة عن عقاب الزاني والزانية في الدنيا وفي القبر، وكيفية التوبة الصحيحة من هذه المعصية إلى الله عز وجل. يعني النهاردة يا جماعة بمعنى أصح هنتكلم عن إزاي نتوب لربنا توبة صحيحة عن الزنا والعياذ بالله. تمام. طب اللي ما تابش بقى عقابه ايه في الدنيا؟ ده اللي هنتكلم عليه. وفي القبر ربنا بيتوعد له بايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعن اهله وصحبه ومن والاه، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا لو حضرتك بتشوفني لاول مره، انا اسمي سعيد مبارك، مقدم البرنامج وقناه اسمها الله متقبل، بتحكي قصص حقيقيه حدثت بالفعل وبتعمل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، على نشر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو حضرتك شايفني لأول مرة يا ريتك تعمل بقى لايك، ما تبخلش عليا بيه، عشان الفيديو ده بالذات أنا بعتبره صدقة جارية في قبري بإذن الله رب العالمين. إيه بقى ربنا بيتوعد بيه للزاني والزانية في الدنيا؟ أولاً ربنا غفور رحيم، بس برضه في نفس الوقت منتقم جبار. طب أعمل إيه عشان أتوب توبة نصوحة وتوبة صحيحة من هذه المعصية؟ ربنا قال لنا يعني لابد ان انت تتوسل وتتذلل لله عز وجل، تسجد وتصلي وتدعي ربك وتتذلل لله عز وجل من هذه المعصية ان ربنا يغفرها لك. وفي على فكرة علامة لو ظهرت لك ان شاء الله هنتكلم عليها برضو، دي بتكون ربنا تقبل توبتك. يبقى اتفقنا ان انت تتوضى وتصلي وتذكر ربنا وتسبح وتتذلل الى الله عز وجل في السجود، وتقول يا رب يا ربي والله انا ما كنت اقصد ان اعصيك، ولكن الشيطان اللي وديني للموضوع دوت، فاغفر لي ذنبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، واقعد تذلل الى الله عز وجل. طب العلامه اللي تظهر لك، لو ظهرت لك علامه واحده تعرف ان ربنا تاب عليك وتقبل توبتك، ايه هي العلامه دي؟ لو انت ربنا حول حلاوه المعصيه اللي هي حلاوه الزنا الى مراره. يعني لو انت كنت بتحبها قوي دلوقتي كرهتها مش قادر تسمعها، بكده تعرف ربنا عز وجل تاب عليك. ده اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هي كيفيه التوبه الصحيحه من هذه المعصيه. طيب ربنا بيتوعد بايه للزاني في الدنيا؟ بخراب ولو بعد حين، بذل، بجميع الامراض. يعني ربنا عز وجل مش هيسيبه. ليه؟ ربنا قال وبشر الزاني والزانيه بخراب ولو بعد حين. يعني لو ما شفتوش دلوقتي هتشوف. ربنا مش هيبارك لك في بيتك ولا في اولادك ولا ما تنساش برضه ان كما تدوين تدان. يعني لو انت عملت كده هتلاقي اختك، هتلاقي امك، هتلاقي قرايبك، هتلاقي بنتك بيحصل لهم كده. فلو انت حضرتك حابب تبقى زي كده زي الناس دي ويتعامل فيهم كده، اعمل اللي انت عايزه. خلاص كده اتكلمنا على كيفيه التوبه الصحيحه وكيف وايه عقابك في الدنيا. في القبر بقى ده حاجه ثانيه خالص بقى. اصحى بقى معايا وركز معايا. في القبر سيد الفاضل اللي هيحصل لك، شفت الفرن اللي هو بتاع الارياف زمان اللي معمول بالطين؟ لان ده سيدنا النبي اللي قال في معنى الحديث، يعني الفرن بتاع سيدنا النبي، اسف، الفرن بتاع الارياف اللي معمول بالطين، بتبقى جايه النار من تحت كده لفوق. تمام. سيدنا النبي قال ان شافها في المنام اتنين جايين له وخدهم وراحهم، لقاهم الاتنين دولت محطوطين في قلب الفرن، والفرن فيه نار من اسفل، يعني الـ 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 النار ملهوفه او لازقه فيهم من تحتهم لفوقيهم. ده عذابه في الاخره وفي القبر. عرفنا نعمل ايه في التوبه؟ عرفنا ان ربنا غفور رحيم وبرضه منتقم جبار. ما تنساش صل على سيدنا النبي في التعليقات، ما تنساش لايك والاشتراك. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.